سلام غزالات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الصحه يا ربي والعافيه، وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه، وباش ما كتمنوا يا ربي وحجه ليكم ولوليداتكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وشحال هادي ما بنت ليكم ما كتشوفوش وجهي، كتبقاو تشوفوا غير كنحضر لكم اللانش بوكس وداكشي، ما كتشوفوش الخلاقه هادي. المهم ان شاء الله جيت لكم فيديو جديد، بغيت نهضر لكم على واحد المنتوج اللي كيحمق البنات، منتوج اللي كيعرفوه المغربيات الحرات، باش نقول لكم اللي انا بعدا كنموت عليه، وشي حاجه اللي غزاله الا داومتي عليها بالحق، الا داومتي عليها غادي تعطيك واحد النتيجه غزاله البنات للبشره ديالك، كتجي غزاله مع البشره ومع اي بشره البنات، ما كاينش بدون استثناء. غادي نقدم لكم الاميره ديالتنا هذه البنات، هذه البوماده الصفراء ها هي اللي فيها رقم 3، كنتمنى تكون واضحه ليكم، فيها رقم 3 البنات. هذه غزاله، شي حاجه اللي روعه البنات، شي حاجه اللي زوينه. انا بالنسبه للبشره ديالي ضرات بزاف هذا الصيف، عطيتها غير البحر لابيسين، وعطيت وجهي للشمس بزاف البنات، وما كنش كندير لي كروم طوطال نهائيا، ما كنش كنديرهم نهائيا لوجهي، كنت غير الماء الكلور الماء ديال البحر الشمس، كنتش كاع كندير البوماده ديال الشمس، الواقي ديال الشمس ما كنش كنديرو نهائيا، ديما وجهي ديما العصا كتعطيتو العصا صافي، شوف كيولا لدرجه انه ولا فيه البهق، ولا كيولي ليا البهك في وجهي البنات. كيف قلت لكم البنات، كان واحد السطاح حدايا هنا حدا الدار، داكشي علاش حاولت نحبس الفيديو، ودابا حتى حيد داك السطاح وقلت نكمل معاكم. كيف قلت لكم البنات، خرجت على وجهي بزاف، خرجت عليه هملته لاقصى درجه، عندكم وجهي وشعري هملتهم، ورجلي عرفتي فين كتشد ليا الشمس بزاف، يدي حتى لهنا ما كنت كنعم واحد ديبا هكا واحد توني هكا نصكم، يدي تحرقوا ليا اللون ديال الطبيعي ديال اللحم يبقى هكا مزيان، وهنا تحرقوا ليا يدي وهملت راسي، وانا نقول دابا خصني نوض نعطي لاطاك لحالتي، نسيت راسي بزاف، الانسان ما يبقاش ديما غشقى الدار الوليدات، هادي الاحسن ديما عطيو واحد الوقيته لروسكم، راه تنساو روسكم والله العظيم، حتى اللحم حتى لابوتيه كتبقى تتبغ اليوم بعد غدا غدا، هادي صافي حتى كتولي تصبغات كيبقاو لك في لحمك، ما كي كتولي تصبغات مستعصيه انك تحيديها، كي دابا داك الكذب خصك تداومي يوميا باش تحيديها، من الاحسن مور الصيف منين يدوز الصيف ضروري البنات تبقاو واخا انا هادشي ماشي غنقول لكم لا انا حقا كندير عنايه وهادي ورا الصيف ولا لا، مولفينش بزاف يعني مره، ولكن دابا انا غادي نشارك معكم هذه الصراحه غزاله بزاف ديال المشاهير والله العظيم المغاربين، لك هذه يعني هذه كيديروها بزاف، يعني كيديروها في الليل البشره ديالهم، الصباح تيغسلوها بالصابون ديال الحجره، ديما بالليل فاش بغيت تنعسي تبغي تنعسي وديريها، ديري منها غير شويه حيت هي دهنيه كدلع على البشره البنات. انا دابا راه درتها للبشره ديالي، وغدا ان شاء الله غادي نغسل الوجه ديالي بالصابون ديال الحجره، ما تغسلوش بدوف ولا شي حاجه البنات، صابونه ديال الحجره هي اللي غادي تغسلوا بها وجهكم، هذه غادي ديروا منها واحد شويه، غادي تدهنوا على البشره ديالكم كامله البنات صافي، وتنعسوا حتى الصباح، وياكم تخرجوا في الشمس ما تخرجوش البنات بها في الشمس، لحقاش راه حيت الدهنيه كتجلب الشمس، غادي تزيد يعني تضرر لك وجهك اكثر، من الاحسن تفكروا قبل ما تخرجوا من الدار منين تكونوا دايرين هاد البوماده الصفراء، حيدوا البنات ديروه ضروري تغسلوا وجهكم، ضروري تغسلوه بالصابون جوج المرات، لحقاش كتبقى شاده هي في البشره، كتغسليها مره واحده كتبقى كتحسي بالبشره ديالك باقا دهنيه. ها نتوما البنات اللي ما تيعرفهاش، غزاله البنات والله العظيم، واحد المره كندوات عليها دنيا باطمه نيت، كانت قالت لكم الحاجه اللي كتجي ليا مع وجهي وكتصفي ليا وجهي، قالت لكم هي واخا معروفه انها هي كدير
كدير حتى هي التجميل، كدير لي كوماج لي كريم وداكشي، قالت لكم هذه هي الطوب. شي اللي ما عندهاش باش تمشي للصالون للتجميل وما عندهاش باش دير داكشي لوجهها وداك التخربيق، هذه هي لالاهم قسما بالله الطوب، ماشي ديال العينين البنات، هذه ديال بومه الصفراء ولكن رقم ثلاثة. كنأكد عليكم دابا نصورها ونخليها لكم. رقم ثلاثة البنات هي اللي مزيانه للبشره. غادي انتم شوفوا وجهي كيفاش داير، غادي نخلي لكم الصوره ديال وجهي قبل وبعد. انا غادي نداومها هاد الايامات، غنبقى نديرها من الليل لليل والصباح نغسل وجهي، وغادي نشوفوا ان شاء الله باذن الله النتيجه اللي غادي تكون ان شاء الله باذن الله. وغادي نشارك معكم لي كوماج اللي غنبدا ندير لوجهي. زوين البنات، رخاص يعني في متناول الجميع، اللي عنده اللي ما عندوش، ويعني مكونات اللي موجودين في اي بيت. غادي نبقى نشارك معكم وصفات تجميليه زوينين ان شاء الله باذن الله، ماشي غادي نبدا نكذب عليكم بهم، وداكشي غادي نجربهم في بشرتي يعني مباشره معكم. غادي نشوفوا انا دابا وجهي كيفاش متضرر، وان شاء الله غادي نشوفوا من بعد. انا دابا غادي نعطي لاطاك ان شاء الله باذن الله لوجهي وشعري ورجلي البنات. انا رجلي شدت لي فيهم الشمس، ما نقولش لكم كيولاو رجلي في شكل بحال رجلي ماشي ديالي كاع، ولاو كحليين. انايا من داك عندي بشرتي دهنيه ودغيا كتشد فيا الشمس البنات، نقدر نمشي للبحر غير مره واحده نولي حالتي صافي، نولي بحال مدوزه الصيف كامل في البحر. هذا ما كان البنات كيف قلت لكم، هذا غادي نشارك معكم هذا المنتوج، ونشارك معكم حتى الكريم اللي كندير لرجلي. ها انتم البنات ها هو كيبان لكم هذا، وهذا البنات هو الكريم اللي كندير لرجليا، وهذا زوين حتى هو. وعندكم البنات بيافين، بيافين اللي عندها بيافين، بيافين راه معروفه كتحمق هذيك البشره كامله، حتى هي الوجه اليدين الرجلين حتى هي كتصفي البشره. وهذه زوينه البنات فيها عكر الفاسي، زوينه البنات وريحتها كتحمق. ديروها لرجيلاتكم البنات، تغسلوا رجيلاتكم بالصابون مزيان وديروها لرجيلاتكم، وديروا تقيشرات ديروا ليهم اللي كتقدر. انا ما كنقدرش نلبس رجليا بميكا لحقاش عندي الصيبانه في رجليا البنات، الا غير تقاشر انا كيمحنوني في رجلي، غير تقاشر كنبقى نحك رجليا. واللي كتعرف شي وصفه ديال الصيبانه البنات اتيني بها، الله يرحم لكم الوالدين. عرفتي عندي فرج الوحده، ولكن الحمد لله كنت درت واحد البوماده من عند والدتي، كانوا جاوها لي شامبينيو في رجليها دارتها، والحمد لله عطات عليا حتى انا وافقتني. ولكن الا لبست تقاشر البنات وخرجت بهم موس بادري ورجعت للدار، ما نقولش لكم رجلي كنبغي ناكلها، ما كنقدرش نزمتها رجلي، ما خصهاش ديما تزمت، خصها ضروري تبقى مهويه. قلت لكم هذا البنات هذا الكريم هذا غزال غزال، ريحته زوينه، ولا داومتي عليه كيوليو رجلاتك كيف الوريضات، وضروري انك تبقاي تغسليهم، دير لهم حتى هما لي كوماج. الحجره ديال رجلي الحكاكه ديال رجلي القديمه تتحكم مزيان البنات، ديري واحد البانيو فيه الماء دافي ولا سخون، تقدرتي على حسب الحراره اللي غادي تقدري عليها انت تخشي فيها رجليك. غادي ديري فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال الشامبوان ولا جيل دوش، ديري ورقه النعناع، ديري الورد اللي عندك، المهم داكشي نتوما عارفين شنو. اللي ما عندهاش ديري ورقه النعناع، شويه ديال الملحه وباندوش ولا شامبوان في الماء، وتخلي رجيلاتك تماكن في الماء واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه، حكي رجيلاتك مزيان صافي وتنشفيهم. فاش تبغي تنعسي عاوتاني دير تنشفيهم وديري هذا ولبسي تقيشراتك، كيرجع رجيلاتك لوريضات البنات والله العظيم. وحتى في بيافين، بيافين انا ما متواجداش عندي دابا في الدار، بيافين حتى هي زوينه البنات للبشره للوجه اليدين الرجلين، غزاله الفيكا شي حاجه اللي طوب. هذا ما كان البنات، غادي ندير حتى هذا الكريم هذا، خصكم تشوفوا رجلي كيولاو بالبحر، خصكم تشوفوا رجلي تحرقوا تحرقوا لي بحال شنو نقول لكم، وليت بحال جايه من شي كوكب اخر، تحرقوا لي رجلي بزاف سيرتو مع السيبانه البنات ولي شامبينيو ديال الضفار. طلعت لي السيبانه بحال ما عرفتش انا كيفاش ديك لي شامبينيو ديال الضفار عندي فرج الوحده، ما عرفتش اشنو ندير، ما خليت ما شريت البنات، مشيت دخلت لي سيت في الفيسبوك، خديت لي برودوي من الفيسبوك، خديت لي برودوي من دواء من الفرنسيان، خليت ما درت البنات لهاد الصيبه لي شامبينيو ديال الضفار
ما عرفش انا يعني، حيت كانت بابا الله يرحمه ما عرفش واش وراثيه واش العلم لله، ما عرفش كي يقول لي كنتي كتلبسي شي حاجه مضيره عليك، انا ما نقدرش نلبس شي حاجه مضيره عليا، ما كنقدرش كنقنط اصلا، ما عرفش مناش واش تعاديت من شي حد، ما عرفش غير جي الوحده البنات، ما خليت ما درس ما ديك ديك بحال الزيت اللي كيتدهن كيبينوه في الفيسبوك، درت عاوتاني واحد البرودوي كدهني بحال لانكول، عاوتاني كديري بوماده، شربت فاني شريت بوماده من الفرماسي، واحد حاجه ما قضيت ليا فيهم ما نكذبش عليكم، رجلي ولات حالته، واحد رجل واحد الصبيعات داك الضفار تكلوا ليا بديك اللي كتعرف شي حاجه ولا شي دواء هي كانت عندها نفس المشكل تاتيني بيه، الله يرحمكم الوالدين نكونوا نفيدوا بعضياتنا ماشي مشكل. وهذا ما كان البنات، انا غادي ندير هذا الكريم هذا لرجليا وغادي ندير تقشيرات البنات ونمشي نعس، لحقاش دابا راه الوحدة الليل ولدي غادي يفرق مع السونس ديال الصباح، خصني نفرق انا مع الستة باش نوجد ليه لاش بوكس ديالو، السبعة خصو يخرج للترونسبور خصني نعس شوية يلاه نرتاح، ولدي الصغير الصباح كيفيق بكري خصني يلاه نستغل الوقت اللي نعسو فيها حتى هما نعس. ودابا قلت ما حد كاين صغير والهدوء نشارك معكم هذا الفيديو ونقول لكم هذا اللي كاين. والله البنات قسما بالله هادشي كيبغي المداومه، ماشي ديريها اليوم وغدا تقولي لا حكا كذبت علينا ولا اي حاجه، اي منتوج اي وصفه اي شي حاجه بغيتي ديريها سواء لشعرك سواء لوجهك سواء للجسم ديالك كتبغي المداومه والصبر البنات، اللي عندها الصبر تبدا واللي ما عندهاش الصبر غير بلا ما تبدا، بلا ما تشري المكونات وتبدا سواء اي حاجه اي حاجه ديال وصفات الغلظ وصفات الضعف اي حاجه البنات كيبغيو المداومه والصبر، الصبر هو كل شيء. هذا ما كان البنات، انا غادي نجرب معاك غادي نجرب مقدامكم غادي نشوفوا لابو ديالي كيفاش دايره من قبل زعما، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش دايره، وخليكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا ان شاء الله النتيجه اللي غادي تكون قدام عينيكم. انتم البنات شو لي كيفاش ولاو، شو راه المشكل اللي قلت لكم ديال لي شامبينيون عندي في دوك الضفار، عندي في هذا الرجل هادي، عندي هذا الرجل هاد اليسريه واللي عندي فيها المشكل، شو لي كيفاش ولاو البنات بالصيف ودبرتهم مع الصخر ما نقولش لكم، مشيت لواحد البحر فيه الصخر ما نقولش لكم هكاك، وما هنتنيش الوقت وعمت فيه ما نقولش لك، رجعتهم دبرت رجليا دبرتهم ب وان شاء الله خليكم معايا غادي ندير لهم هذا الكريم. هانتوما هذا ها شي حاجه البنات طوب طوب طوب، غادي ندير لهم كاملين رجليا غندهن لهم هذا الكريم كاملين مزيان، وغادي ندير لهم تقشيرات حتى من القدام البنات القدام، غسلت رجليا مزيان بالصابون وغادي نحاول نواصي هذا الكريم مزيان نحس به دخل في رجلاتي، وغادي ان شاء الله ندير ليه ندير لهم انا غتقاشر ما غنديرش الميك البنات، لحقاش عندي مشكل ديال الصيب انا ما نقدرش نزمت رجليا لان كل ناس وغادي نوض نحيدهم، احسن ندير تقاشر غادي نخليهم واحد شويه حتى يشرب ليا البشره ديالي تشرب داك الكريم، ونرجع معكم غدا ان شاء الله غادي ندير معكم واحد القوماج ديال رجلينا البنات الا داومتوا عليه، ديروا غير جوج مرات في السيمانه ولا مره لالا في السيمانه كيرجع رجيلات البنات كالشميعات، ومع البرد دابا التقيشرات ما كيتحيدوش من الرجلين كيرجعوا غزالين، خليكم معايا ان شاء الله باش نوريكم غدا شنو غادي ندير لرجليا شنو غادي ندير لهم البنات، ما كنبغيش ندير معكم وصفات ماشي ما كنبغيش ما كنلقاش الوقت كيفاش ندير معكم وصفات بحكم ان عندي التربيه وداكشي، ولدي متعلق بيا بزاف ما تيبغيش يتفرق عليا، والله العظيم داكشي علاش انا هملت راسي البنات، داكشي علاش انا هملت راسي ما بقيتش لقيت الوقيته حاشاكم، كنوريكم رجليا غير باش تشوفوا النتيجه البنات، لان صراحة شحال من وحده كتبغي وصفات لرجلاتها وداكشي وما كتلقاش زعما شي حاجه اللي، واخا كاينين وصفات بزاف في اليوتيوب اغلبيه البنات ما كيوريوكمش على رجلاتهم، كيبقاو يديروا لك التصويره ديال
شي وحده رجليها بايضين وحده رجليها كحلين والكدوب. لا انا غنوريكم على رجلي، لان رجلي وكلاو الشحط هاد الصيف هذا، كلاو الشحط ديال بصح، وهانتوما كتشوفوا النتيجه كيفاش ولا، ولاو محروقين. ايوا هذا مع الصمادل وداكشي البنات والبحر. غادي ندير اليوم واحد هاد الكريمه اللي راسلته من الصابون. دابا غدا ان شاء الله ندير معاكم واحد الكوماج ونضرب ليهم واحد الفركه فاعله تاركه البنات. وغادي نشوفوا ان شاء الله ندير معاكم روتين ديال الوجه بوحدو، ندير لكم روتين ديال الرجيلات وانتوما معايا. صافي البنات، بعد ما درت الكريم درت تقيشرات للرجليه وغادي نمشي ان شاء الله الناس. بغيت نقول لكم هاد الكريم هذا راه بلاش نشوف واش كيبان لكم هانتوما، مكتوبه فيه كريم بالعكر الفاسي قلعه مكونه. شو البنات، ها هو شو البنات، لافالي فيه هذا، خاص تكون فيه هذا الكاشي هذا باش تعرفوا بانه هاد العيبه التيكيتا انه طبيعي يعني اوريجينال، فهمتوني البنات؟ هادشي اللي كاين البنات. وهذا راه نقول لكم عاد من غادي نتلقاوه، غادي نتلقاوه عند هذوك اللي كيبيعوا زيت ارغان ديال التجميل، كيبيعوا صابون طبيعي ديال الحلزون، راه كيكونوا في الاسواق التجاريه فهمتي، كيكونوا في قصاريات، كيكونوا راه كيبيعوهم زوينين. شوفوا البنات والله العظيم الرجيلات هكا تيوليو حمرين، حيدي عليا من كتغسليهم وكلشي وكيبقاو لك رجيلاتك فحال هكا، ماشي زعما كديريه وما كتغسليهش، كتغسلي رجيلاتك. هذا ما كان البنات، انا غادي نصورهم ونخليهم ليكم باش اللي بغات تاخذهم راه غادي وبوماده خلاص راه كتبعي في فرماسيان، موجوده في فرماسيان، دايره شي 10 دراهم ولات، حيت كانت دايره شي 110 ريال ولا 120، دابا ولات دايره شي 10 دراهم. هذا ما كان البنات، ونخليكم ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي نتلاقاو، وبسلامه عليكم.